السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم أحد العلماء البارزين الذين شدوا الرحال في طلب العلم وفي التدريس، وتخرج على يده العديد من العلماء في بلاد المغرب العربي والمشرق العربي. هذا العالم هو شهاب الدين المقري لمسيلي التلمساني الجزائري. تعتبر ولاية لمسيلة والجلفة والمدية وتيارت منطقة لهجرة واستقرار القبائل الهلالية، وقبائل بنو هلال هي قبائل عربية هوزانية قيسية مضرية عدنانية، كانوا يسكنون مناطق نجد في شبه الجزيرة العربية، ويعود أصلهم إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وفي مدينة مقرة بالمسيلة استقرت أسرة قرشية عربية، ثم بعد مدة خرج أحد زعماء هذه الأسرة يسمى عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي صحبة صديقه أبو مدين شعيب الغوث المعروف بسيدي بو مدين، الذي سيقود حملة المغاربة في القدس مع صلاح الدين الأيوبي. خرج هذا الرجل عبد الرحمن بن أبي بكر وأبو مدين شعيب الغوث، خرج إلى مدينة تلمسان واستقر بها. ثم بعد ذلك، يعني منذ ذلك الوقت، أصبحت أسرة عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي تعرف بعائلة المقري. ولد شهاب الدين المقري بمدينة تلمسان، والمؤرخون اختلفوا في سنة ولادته، وأقرب الأقوال تقول أنه ولد سنة 986 للهجرة الموافق ل 1578 ميلادية. الخريطة التي تظهر أمامنا على هذه الصورة تبين موقع مدينة مقرة، وكما قلنا مدينة مقرة تقع في ولاية المسيلة، وفي الحقيقة هناك بلدية في الجزائر العاصمة تسمى بلدية المقرية نسبة إلى هذه العائلة العريقة. هذه صورة لمسجد الإمام المقري في مدينة المقرة بالجزائر. هذا المسجد الكبير يحمل اسم هذه العائلة العريقة إلى يومنا هذا، وهذه صورة أيضا للمسجد من الداخل. اشتهرت أسرة المقري بكثرة علمائها، وأبرزهم وأشهرهم صيتا أبو عبد الله محمد المقري الكبير شيخ لسان الدين ابن الخطيب العالم المعروف صاحب كتاب الإحاطة بتاريخ غرناطة. ومن تلامذة أبو عبد الله المقري عبد الرحمن بن خلدون العالم المعروف صاحب المقدمة. وابن خلدون هذا العالم الكبير ولد بتونس، ثم انتقل إلى الجزائر وتزوج من امرأة جزائرية من مدينة بسكرة وأنجب منها أولاده. وابن خلدون عاش في عدة مدن جزائرية كبجاية وقسنطينة وتيارت وتلمسان ومعسكر وغيرها من المدن، وحتى كتابه المشهور المقدمة ألفه في الجزائر في مدينة تيارت. وسنخصص إن شاء الله في المستقبل القريب فيديو عن ابن خلدون رحمه الله تعالى. طيب، نعود إلى أسرة المقري. من أشهر علماء أسرة المقري أبو عثمان سعيد المقري المحدث مفتي تلمسان وقاضيها، ثم أبو العباس أحمد المقري وهو الذي خصصنا له هذا الفيديو. نشأ الإمام أبو العباس أو شهاب الدين أبو العباس المقري بتلمسان في ظل والده محمد المقري، ثم بعد ذلك انتقل إلى مدارس العلم في بلده تلمسان التي كانت تعج بالعلماء في زمنه. فتلمسان كانت مدينة العلم والثقافة في عصره، فيها علماء اللغة والحديث والتفسير والفقه والتاريخ وغيرها من العلوم. بدأ أبو العباس كعادة العلماء بحفظ القرآن والحديث الشريف، ومن حسن حظه
أن عمه أبو عثمان سعيد المقري كان محدث تلمسان في ذلك الوقت، فقرأ عليه صحيح البخاري 7 مرات، وقرأ عليه السنن وغيرها من كتب الحديث. وأبو عثمان سعيد المقري عم إمامنا أبو العباس المقري هو تلميذ الحافظ أبو عبد الله التنسي الذي تكلمنا عنه في فيديو سابق. بقي الإمام شهاب الدين أبو العباس المقري بمدينة نمسان إلى أن بلغ سن 23 أو 24 من عمره. وفي هذه الفترة كانت الدولة الزيانية قد سقطت وبدأت الفوضى في المدينة، مما دفع العلماء للخروج منها، فانتقلوا منها إلى مدن أخرى داخل وخارج الجزائر. وإمامنا أبو العباس المقري انتقل إلى مدينة فاس بالمغرب الأقصى. ومن حسن حظ الإمام أبو العباس أنه وصل إلى مدينة فاس، وكانت في أزهى فترات تاريخها، فقد كانت الدولة السعدية في هذه الفترة تحت حكم أحمد المنصور الذهبي. أخذ الإمام أبو العباس المقري يتنقل بين مدينة فاس ومدينة مراكش يتعلم ويعلم، وكان من فترة إلى أخرى يأخذه الحنين إلى بلده تلمسان، فيذهب لزيارة تلمسان ثم يعود إلى مدينة فاس. تعلق سكان فاس بالإمام المقري ولقي منهم الاحترام والتبجيل، وأخذ يترقى في المناصب حتى أصبح خطيب وإمام جامع القرويين، وأخذ أيضا منصب مفتي المدينة، وهذه وظائف قلما تجمع لرجل واحد. تزوج الإمام المقري من امرأة من مدينة فاس وأنجب منها بنتا، ولكن سرعان ما بدأ الاضطراب وعدم الاستقرار يضرب بالدولة السعدية، حيث بدأت الحملات الإسبانية تشتد على البلاد، ووقعت مدينة العرايش تحت قبضة الإسبان، وتوفي أحمد المنصور الذهبي، وبدأ الخلاف في الأسرة السعدية، وبدأ صراع بين الأمراء. أزمة العرائش كانت سبباً لاختفاء كثير من العلماء في المغرب الأقصى، منهم أبو العباس المقري. ساند أهل فاس الإمام المقري واعتبروا تصرفه شرعياً، لأنه فضل عدم الدخول في الفتنة، فخرج من مدينة فاس متخفياً إلى مدينة تطوان، ومنها شد الرحال إلى الإسكندرية بمصر ليبدأ حياة جديدة في المشرق العربي. وكانت الفترة التي قضاها الإمام المقري في فاس وفي المغرب الأقصى عموما حوالي 15 سنة. وصل الإمام شهاب الدين المقري إلى مدينة الإسكندرية بعد رحلة شاقة محفوفة بالمخاطر، ومن ثم انتقل إلى مدينة القاهرة لتصبح مصر موطنه الجديد والقاهرة مكان استقراره الجديد. سافر الإمام المقري من القاهرة إلى الجزيرة العربية لأداء فريضة الحج والعمرة، وكان كثيرا الانتقال بين مكة والمدينة، واستقر بالمدينة المنورة فترة، ألف فيها بعض الكتب، وألقى دروسا كثيرة في مختلف العلوم الشرعية في الروضة النبوية الشريفة. من المدينة النبوية المنورة انتقل الإمام شهاب الدين المقري إلى بيت المقدس بفلسطين، وألقى بالمسجد الأقصى دروسا كثيرة، وحضر دروسه العلماء وطلبة العلم من مختلف بقاع الشام. بعد بيت المقدس انتقل الإمام المقري إلى دمشق بسوريا، ولقي من أهل دمشق ترحابا عظيما، فأكرمه علماؤها وأدباؤها ورحبوا به وأكرموه إكراما لم ير مثله قط. درس الإمام المقري في المسجد الأموي بدمشق، وحضر دروسه كبار العلماء بدمشق والشام، وانبهر أهل دمشق بغزارة علمه وقوة حفظه وفصاحة لسانه، فأحبوه واعترفوا له بالفضل، وأطلقوا عليه لقب شيخ العلماء والأدباء. مؤلفات الإمام شهاب الدين المقري كثيرة، أشهرها كتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،
وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب، وهو موسوعة تاريخية وأدبية، ويعتبر هذا الكتاب مرجعاً أساسياً في تاريخ الأندلس. من مؤلفاته أيضاً أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض. وهذا الكتاب ألفه لترجمة الإمام القاضي عياض ولكثير من علماء المغرب العربي. ثم عندنا كتاب روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس. هذا الكتاب في الحقيقة ألفه هدية للمنصور الذهبي، ذكر فيه تراجم علماء فاس ومراكش الذين لقيهم. ظل الإمام المقري ينتقل بين مصر والشام والحجاز إلى أن وفته المنية بالقاهرة سنة 1041 للهجرة الموافق ل 1631 ميلادي، ودفن بالقاهرة بعد أن أفنى حياته في التدريس والتأليف ونشر العلم في بلاد المغرب العربي والمشرق العربي. نسأل الله عز وجل أن يرحم الإمام شهاب الدين المقري وسائر أئمة المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.